الضحية عون من أعوان الحماية المدنية، طبعا كان في المكان هذا كان مع الزملاء نتاعو واقترب من المكان، غير أنه ما فاقش بني كان ثم روكار اسقط مباشرة رغم وجود الزملاء نتاعو، لكن ما قدرش يتحكم فيه. كان المكان كانت الشدة نتاعو أكثر من راك تشوف فيها هكذا، وبالتالي سقط تحت الروكار، سقط وجبدوا الماء راح تحت الروكار مباشرة. وحسب المعلومات الاوليه فان هذا الروكار هنا يدي الروكار كبير نافق قديم يصب في الواد، ولكن الحادث مأساوي فعلا.